بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب العون والتوفيق والسدادة والنجاح. اللهم هيأ لنا من أمرنا رشدا، فإنك أنت قادر على كل شيء قدير. أسعد الله صباحكم هذا بكل خير في صباحية يوم السبت الموافق 30 من شهر 10 لعام 2021 ضمن انطلاقات سن الإذاعة في هذا اليوم وسن الإبداع من مسافة 5 كيلو متر. ترحيبنا بكل الحضور، ترحيبنا بكل الأخوة المشاركين لانطلاقات هذه أيضا الفترة الصباحية. بالفعل نسير مع أول الأشواط الخاص بالإبكار المفتوح وإلى المقدمة وإلى الصدارة الأولى. من تقدمت الآن وخذت المركز الأول هادي اليازي محمد بن سعيد بن حارب العميمي، تقدمت الآن إلى المركز الأول وإلى البداية، بينما النقلة إلى المركز الثاني لنتابع القادمة. هذه خيال لاسم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بالعرطي الحميري يقودها في عملية التضمير. وثالث المراكز في المركز الثالث هناك من الجانب الآخر هملول بخيت بن علي الخصوني المنصوري ياتي الآن بانطلاقة اللي هي هملول مع المركز الثالث، بينما في المركز الرابع أجد على رابع المراكز الصميمة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود مايد بن حلفان المري يقودها في عملية التضمير، بينما دخول قادم الآن من قبل مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام من الهبيبة محمد بن عبيد بن راشد بن خليفة المهيري من يقدم لنا الهبيبة الآن تقدمت إلى المركز الخامس، بينما في المركز السادس اللي وصلت زعزعة لكابتن طيارة يتقدم عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري من يقدم لنا هذه الانطلاقة الجميلة على المركز السادس، بينما في سابع المراكز تقدمت ووصلت هنا الشكلة لاسم الشيخ راشد بن شاهين بن غلبان المزروعي، وثامن المراكز في المركز الثامن هذه الآن تقدمت ووصلت في هذه اللحظات سياق مسفر بن سالم بن مسفر بالقوبع المنصوري، هي الآن تتقدم على مستوى المركز الثامن في هذا الاندفاع، بينما نتأخر قليلا لنتابع ونكمل الندى. في المركز التاسع وصلت وتقدمت في هذه اللحظات الشاهينية لإجن الرئاسة، يتقدم أحمد بن مطر بن مايد الخيالي في عملية تضميرها، والشاهينية الأخرى كذلك لإجن الرئامة هنا زاخر تتقدم الآن زاخر لأحمد بن مطر بن مايد الخيالي يقدم لنا زاخر آخر لتحتل المركز العاشر. هذه نتيجتنا وندائنا للعشرة المراكز الأولى المتقدمة التي تسير في ناموس هذا الشوط، بينما أسامي وشعارات خلف الكادر الإعلامي لم يحين موعد دخولها وندائها وتقدمها في مقدمة هذا الاندفاع. عودة إلى المركز الأول وإلى البداية الأولى إلى المقدمة الآن، وهذا هو شعار العميمي بن حارب العميمي مسيطر الآن ليقدم لنا اليازي. يوم عطايا الله ما تمنع بأتمنى لي شر اليازي. هذه اليازي الآن تسيطر أمامكم أيها الأخوة المتابعين في مقدمة هذا الشوط، وفي البداية لمحمد بن سعيد بن حارب العميمي تقدمت لتحتل المركز الأول والصراع في مقدمة هذا الاندفاع، بينما تليها في المركز الثاني تتقدم الآن وتأتي خيال، خيال اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم والخبير متواجد في عملية تضميرها مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز الثالث، في المركز الثالث هذه الآن اللي تقدمت سياق لمسفر بن سالم بن مسفر بالقوبع المنصوري يقدم لنا سياق اللي تبحث عن القيادة
في هذه الاندفاع وفي هذا الانطلاق، بينما قطعنا الآن مسافة 2 كيلومتر المتبقية عن خط النهاية، ولكن وين اللي قادمة؟ هذه الآن وصلت وتقدمت الآن الصميمة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. مايد بن حلفان المري يقودها في عملية التضمير، واللي قادمة زعزعة عبد الله بن سالم بن عبد الله لمسافري. يا هي من معركة، يا هي من معركة، ويا هو من تحدي وصراع. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة الأولى، نعود إلى البداية. وهذه الآن خيال 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 خيال، اسم تراثية، الله، تذكرنا بخيال اللي يعرفونها الجماهير بإنجازاتها بأيام رد الشبة والكثير من الأعوام اللي مضت. هذه الآن خيال يقدمها لنا الخبير مسري بن سالم بن عرتي الحميري اللي بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان براشد المكتوم. الله، وين واصلين الآن؟ 1200 عن خط النهاية، 1200 وفي المركز الثاني. هذه سياقة قادمة لمسفر بن سالم بن مسفر بن القوبع المنصوري، تأتي الآن لتحتل المركز الثاني في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق. بينما في المركز الثاني، وفي المركز الثاني عندنا اللي هي قادمة اليازي محمد بن سعيد بن حارب العميمي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع الصميمة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. مايد بن حلفان المري أحد خبراء التضمير يقودها، ولكن من اللي وصلت؟ من اللي تقدمت؟ هذه الهبيبة، الهبيبة الهبيبة يقدمها محمد بن عبيد بن خليفة المهيري، خماسية رايعة. الله، ولكن اللحظات الأخيرة، اللحظات المريرة، وخيال خيال خيال خيال، هي ترسم الخيال في أول انطلاقاته هذا الصباح لتهدي سموه هذا الفوز وهذا الانتصار. السلامات وين؟ السلامات وين لجماهير شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بن عرطي الحميري؟ بسم الله بسم الله، فيها مخزون احتياطي، فيها مخزون احتياطي، ما داني لالي، ما داني العصا، ما شاء الله وتبارك الله. سلام لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم على فوزي خيال وتألقي خيال بأول أشواط الإذاع، وين تظهر هذا الإبداع؟ مشكور يا مسري بن سالم بن عرتي الحميري على فوزي خيال ولحظة وصولها خيال إلى خط النهاية، مهدية سموه هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني، وصلت مشاهدينا الأعزاء سياقة لمسفر بن سالم بن مسفر بن القوبع المنصوري. المركز الثالث، وصلت مشاهدينا الأعزاء اللي صميمه لصاحب السمو الملكي الأمير التركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. هكذا النتيجة، هكذا الصراع في أول الأشواط، ولكن استطاع